اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الاسبوع من كيبورد، ونبداها بابرز العناوين. هاشتاغ اليمن تاريخ واسيا حلم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. احكي قصتك، شهادات من نساء اليمن في مؤسسة البيسمنت. باحث يمني يفوز بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في العلوم البيولوجية. إنستغرام يسرب كلمات المرور بالخطأ. ربي في ربي من كشف. أضيف فقرة الاستضافة الفنان عبد الله الشامي. مرحبا بكم. أطلقت الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي حملة إعلامية موسعة لمؤازرة منتخبنا الوطني المتأهل للمرة الأولى في تاريخه بعد الوحدة إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام 2019. التفاعل كان تحت هاشتاغ اليمن تاريخ وآسيا حلم. نشوف الهاشتاغ. هاشتاغ آخر بمناسبة اليوم العالمي للطفل تفاعل معه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحتفى به في 20 نوفمبر من كل عام. الاحتفاء في اليمن جاء بطريقة مختلفة كون الأطفال في اليمن يعانون جراء الحرب. نشاهد التفاعل اليمني تحت الهاشتاغ العربي اليوم العالمي للطفل. هاشتاغ آخر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة إصابة الطفلة فاطمة من تعز جراء اشتباكات بين مسلحين في المدينة. فاطمة ظهرت خائفة وتتألم قائلة آه يا قلبي. وقد انتشر الهاشتاغ. نشوف التفاعل مع الهاشتاغ وبعدها نشوف الفيديو. Thank you.
ونشوف الفيديو الآن. ليش تصورني؟ ليش تصورني؟ علشان نقول لهم تعور. احتفى المسلمون بمناسبة المولد النبوي وتباين الطرق احتفالاتهم، إلا أن احتفال جماعة الحوثي تعدى المعقول من جباية للأموال من المواطنين، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والمعروفة في البلاد. عن الموضوع كتب الأستاذ خالد الرويشان منشور في الفيسبوك وقال فيه: جباية المولد النبوي، هكذا يجمعون الأموال تحت اسم النبي الكريم كي يحتفلوا في تجمع سياسي في ذكرى مولده. جيش الجباء أصبح نصف سكان المدينة، دفتر وقلم وتصبح جابيا. احتفل العالم العربي أيضا بعيد ميلاد الفنانة فيروز عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد التعبير عن حبهم وإعجابهم بجارة القمر وأعمالها وتاريخها وكل ما تمثله في قلوبهم. نشوف ما كتبه خالد الفضول عن فيروز وعيد ميلادها. قال فيروز ترتيلة الصباح: تحتفل اليوم جارة القمر فيروز بعيد ميلادها 83. صوتها ناقوس الحب العتيق، يفرقنا ويلمنا ويجمعنا أفرادا وقبائل، يمزجنا ويطوقنا ويلهمنا ويباركنا ويذهلنا ويغرينا بالحياة. طفل في مقتبل العمر يمتلك موهبة تصميم مجسمات من خامات محلية بسيطة. تفاصيل أكثر نقرأها من منشور عادل سعيد. عادل يقول: صديقي الرائع الباش مهندس الصغير محمد فواز، موهبة كبيرة لا تواكب العمر الصغير، انظروه وانتظروه. محمد فواز الفنان المهندس يعمل على هذه اللوحات أي المجسمات من الخامات المحلية البسيطة التي نراها بمقابلنا صباحا مساء. نشاهد الصورة. إنجاز آخر وهو فوز الباحث اليمني الدكتور هلال أحمد الأشول بجائزة الكويت للعام 2018 في العلوم الأساسية البيولوجية عن أبحاثه العلمية في مجال العلل ذات الصلة بالاختلال العصبي مثل مرض الزهايمر. مؤسسة بيسمنت الثقافية في صنعاء نظمت معرضا تشكيليا إلى جانب فعالية بعنوان احكي قصتك، عرضت خلالها قصص 20 امرأة يمنية فاعلة في المجتمع خلال فترة الحرب. القصص العشر روتها صاحباتها مباشرة على المنصة، والعشرة الأخرى جسدها الفنانون في الأعمال التي حضرت في المعرض. نشوف صور من هذه الفعالية. Thank you.
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جويه مذهله لمناطق في اليمن للمصور الفرنسي يان أرثوس، وتم التقاط اغلب الصور في حضرموت وما حولها بالاضافه الى صور من صنعاء وما حولها. نشوف بعض هذه الصور. التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من أبل التطبيقات الذي اختفى من تطبيق المدونات تمبلر. وقالت إدارة التطبيق أنها تعمل على حل المشكلة في التطبيق، ولم يتضح بعد ما إذا كان الطرف الذي حذف التطبيق هو أبل أم إدارة تمبلر. وبحسب موقع The Verge، قال بعض المستخدمين إنه يمكنهم إعادة تنزيل التطبيق بالانتقال إلى صفحة المشتريات الخاصة بهم، فيما أشارت الشركة إلى أنها لا تزال تعمل على حل المشكلة. أما إنستغرام فقد علم بعض مستخدميه بأن كلمة المرور الخاصة بهم يمكن أو يحتمل أن تكون قد تعرضت للكشف عن طريق الخطأ. ونقل موقع The Verge أيضا عن متحدث باسم الشركة أن هذه القضية اكتشفت داخليا وأثرت على عدد قليل من الأشخاص. وقال أحد الباحثين الأمنيين إن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا كان إنستغرام يخزن كلمات المرور الخاصة به في ناس عادي، ما قد يعني مشكلة أكبر في أمن الشركة. بينما رأى آخر أن الشركة تقوم بتجزيء وتعديل كلمات السر المخزنة. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع. نبدأها بمقطع تم تداوله لمجموعة أطفال في شبوة يلعبون كرة القدم، وحكم المباراة يقوم بإطلاق الرصاص في الهواء بدلا عن الصفارة. يا عبالي يا طه، قبله فاول، قبله فاول عادي. يا ولد هلا فاول. ومقطع اخر للطفل النزار يعزف اغنية موطني بآلة الكمان. والمقطع الأخير لطفل انتشر فيديو له يغني أغنية أنت روحي، نسمعه مع بعض. ضحك الحب والله اللي ضحك الحب والله عليك دق ما هكذا. ايوه ايوه.
وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان عبد الله الشامي. نرحب بالفنان عبد الله، أهلا وسهلا فيك عبد الله معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك يا أخت فنان، وأسعد الله صباحك إن شاء الله بالخير والمسرات يا رب. أسعد الله صباحك ومساءك أيضا. عبد الله معنا مجموعة أسئلة خفيفة وظريفة معتادة في البرنامج، بعدين بندخل نتكلم عن موهبتك. مستعد؟ حلو، إن شاء الله إن شاء الله. نبدأ بأول سؤال، وصف نفسك بكلمة. طموح. وأكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ الفيسبوك. أجمل مكان زرته في حياتك؟ أجمل مكان زرته في حياتي لسه ما طلعت أصلاً، في سلطنة عمان طبعاً. جميل، مكان تتمنى زيارته؟ أوروبا بشكل عام. شخصية تتمنى مقابلتها؟ ما عندي شخصية معينة على أبداً، ولا فنان. مش مهووس بالشخصيات كثير. تمام، شخصية داعمة لك أو أشخاص حولك يدعموك؟ دعم إيش؟ معنوي مادي؟ إيش من دعم بالضبط؟ في الغالب معنوي، تشجيع وكذا يعني، شوي مش كثير. منهم العالم مشغول في الحياة. طيب مجال دراستك عبد الله؟ ممكن تقول أصحابي. ها يخليهم لك. طيب مجال دراستك في الحياة؟ مجال دراستك دراسة التربية. ولحظة سعادة عشتها لو تكلمنا عنها؟ أجمل لحظة سعادة عندما روحت اليمن بعد غربة 4 سنوات، 4.5. جميل، عقبالنا إن شاء الله. طيب عائق تمكنت من اجتيازه؟ ممكن تقولي عائق الخوف والقلق. الخوف من ماذا؟ خوف نفسي. أحيانا الإنسان يمر بظروف وأشياء، فيجيله وساوس ومجتمع وأشياء. جميل. طيب الآن لو تكلمني، من هو الفنان عبد الله الشامي بشكل مختصر؟ والله عبد الله الشامي مش فنان للحين، يعني يطمح يكون فنان. أيوه. لكن إن شاء الله نطمح نكون فنانين كبار إن شاء الله. إن شاء الله. اختصرت زيادة، لكن طيب لو تكلم الآن عن بداياتك في الغناء. طبعا بدايتي في الغناء غنيت في مهرجانات في سلطنة عمان، في أعياد الوطنية وحفلات فقط، أما في اليمن كان على مستوى الأصدقاء. يعني بداياتك متأخرة خير. في الغالب الفنانين اللي نستضيفهم يقولوا بداياتهم كانت في المدرسة، في الإذاعة وكذا. أنا مرة فقط في الإذاعة فقط اللي غنيت فيها ها. طيب اللون الغنائي الذي تفضله؟ والله اللون الغنائي القديم. أبو بكر السالم، محمد عبده، أم كلثوم. جميل. أنا أقصد الذي تحب تأديه، اللون الغنائي اللي تحب تأديه، لأني لاحظت عليك أغلب أغانيك كانت خليجية. مصرية وخليجية برضه. جميل. طيب أول أغنية بس خليجية. خليجية اللي هو محمد عبده، أبو بكر سالم، مش خليجي بشكل عام. يعني هو يعتبر يمني، خليجي لون يمني طبعا من التراث. نعم. طيب أول أغنية لك كانت خاصة بك من كلمات وألحان؟ أول؟ لا لا لا، ما عندي. ما عندكش؟ طيب ربما ما عندي أغنية خاصة بي. نعم. عمل أديته ربما يعني عن أغنية قديمة أعدت غناءها؟ أنا عمل أديته
لا لا لا، أنا عندي أغنية اللي هي عن شهداء اليمن، طبعا من أشعار الشاعر محمد القاسمي، والحاني طبعا. جميل، وعمل فخور به. نعم جدا. هو هذا نفسه؟ أيوه. تمام، بالنسبة للكليبات يعني قد أنجزت عدد من الكليبات ولا عادك في إطار الإنجاز؟ لا لا لسه. عندك نية؟ لا لا لسه، إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله ننتظر ذلك. شهادة تعتز بها ربما، حصلت على شهادة أو إشادة؟ والله من أصحابي، وهذه تكفي طبعا. جميل، بس ما قلت هم اللي يشجعوك. طيب. وبرضه الوالدة كمان، الوالدة كمان ناس يخليها لك. وجائزة حصلت عليها؟ يا رب. جائزة حصلت عليها؟ ما حصلت على جائزة طبعا، إلا عن يمكننا أن نحضر الحفلات هذه والأعياد كنا نحصل على شهادة تقدير وأشياء. جميل، ربما كمان مشاركتك معنا جائزة، جائزة لنا وجائزة لك. الله يسعد، هذه أكيد 100% إن شاء الله. طيب، أنت قد شاركت بمسابقات غنائية عربية، أو تفكر تشارك ربما؟ لا لا لا، ما أفكر أشارك خالص. وما فيش نية خالص؟ سبب؟ لا. سبب؟ السبب إنه المشاركة هذه يا إما تطلع يا إما تروح للأرض. فيكون واحد على المستوى المتوسط احسن، عرفتي؟ جميل، كمان وجهة نظر. طيب بالمقابل، هل في فنان تتمنى مقابلته؟ والله عدتي السؤال هذا مرتين، لكن لو سنحت مصرة على الفرصة. الله، ابو اصيل الله يرحمه. طيب لو عرض عليك دويتو مع من تتمنى يكون؟ لو عرض علي دويتو ممكن مع محمد عبده. جميل، طيب هو اللي تشي تتمنى تلقاه يعني ممكن؟ اعتقد اللقاء غير والعمل غير نفسه. انا من وجهه نظري اللقاء يؤدي الى عمل. طيب عبد الله، هل لديك موهبه اخرى مرافقه للغناء؟ والله مش كثير. لا. ما انت اول قلت انك تلحن، لحنت احدى اغانيك. طبعا اي فنان يقدر يلحن. ما اعتقدش تحتاج موهبه. الا بالعكس، تحتاج يعني مش شرط. وجهه نظر، ممكن الشغل على الموسيقى والاشياء هذه تحتاج شغل، تحتاج عمل. نعم، لكن مع ممارسة الغناء، ممارسة الألوان كامل، ممكن واحد يقدر يلحن ويبدع عادي. ما وجهات نظر برضه. طيب هل لديك رسالة لما أنت تغني؟ نعم. تحس أنك تقدم رسالة أو بس تغني كموهبة؟ لا والله، الفن هو رسالة سلام ورسالة حب. جميل. للعالم أجمع. نعم جميل، فنحن نقدم رسالة سلام برضو. القادم من أعمالك؟ القادم من أعمالي إن شاء الله عمل من السابقين عليه إن شاء الله بإذن الله. يعني ما بتخصناش بشيء، ما بتقولناش. هو طبعا لليمن. جميل، طيب. طيب شايف الحال ولا ضعف؟ طموحك الشخصي بعد 5 سنوات عبد الله فين بيكون؟ والله طموحي الشخصي، طموحي كبير. شاركنا. يعني بإذن الله طموحي يمتلك شركات. وعلى المستوى الفني؟ على المستوى الفني أكيد فنان كبير. إن شاء الله نتمنى لك ذلك. وإيش بتسمعنا اليوم؟ والله بسمعك للفنان محمد عبده. تفضل.
هي أغنية على البال. على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، والحل والترحال والنار والهيل، والقمرة اللي نورت ليل الورى ليل، على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والخطوة المغرورة وأحلى المواويل دايم على البال. عبد الله رائع، أعتبر صوتك راكز جدا ما شاء الله. طيب حاجة أخرى ممكن تسمعنا؟ طبعا بسمعك للفنان أبو أصيل أبو بكر جميل، اللي هي بشيل حبك معي. بشل حبك معي بلقي زادي، ومرافقي في السفر، وبتلذذ بذكرك في بلادي، في مقيلي والسمر، وانت سعاد ما تذكر ودادي، وإن كنت ناسيت يا ما ناسي كم، ناسي كم مثلك تناسى الوداد، في خير انت وانا بنلتقي في سعاد، بنلتقي في سعاد. الفنان الصاعد عبد الله الشامي، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك يا رب، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وشكرا للاستضافة الجميلة هذه. يسلموا لنا، شكرا لك. في أمان الله. مع السلامة. الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم، إلى اللقاء. Thank you.